السلام عليكم ومرحبا بكم في الابيزود 4 متاع تي دبليو تي موتورز. قبل ما نبدأ نحبوا نشكركم على متابعتكم لبرنامجنا، كما زادا نشكروا قناة تي دبليو تي اللي أمنت بسبور أوتوموبيل وبالأوتوموبيل التونسي وعطات فرصة باش يتعدى برنامج 100% تونيزيان. كالعادة الابيزود متاع اليوم إي تخي ريش بيسكو باش نعديو لكم فيها ليسي متاع لا نوفيل فورد مونديو والسالون ريترو موبيل اللي صار أونتخ لو 1 و 5 فيفريي أو بورت دو فيرساي في باريس، وتورنوا متاع كارتينغ اللي تنظم نهار لحد اللي فات، وفي استوس ميكانيك وبريفونسيون روتيير باش نقدموا لكم نصايح ثمينه برشا، اي اونفان باش نقدموا لكم دي انترفيو اكسكلوزيف بور تي دبليو تي موتورز. في الليسي متاع اليوم اخترنا لكم لفورد مونديو روستيلي فيرسيون تيتانيوم 1.6 ايكو بوست، والمونديو هذي ايتي برانسيبالمون روستيلي بور بريزونتي سون نوفو موتور ريفوليسيونير ايكو بوست. اول حاجة نلاحظوها في المظهر الخارجي متاع المونديو هي الديزاين الجديد متاع الكابو ولي بوكليي افيك اون كالندر بلو فين، كما نلاحظوا زادا اللي هي ولات بلوز على مود افيك لي تري بو فو افون اي اريير اديود الكبار و تري زيتيري، وهذه ميزة من ميزات لي فواتور سبورتيف. كي نزيدو لهذم الكل دي جونت دو 16 بوس 7 فوا دو برانش افيك دي بنو 215-55 R16، نجمو نقولو اللي الكوتي ديزاين الكهرباء هذي نجحت في الجمع بين الديزاين متاع اون فري برلين اي اون فواتور سبورتيف، والغوستيلاج متاعها كان تخي ريوسي. الانتيريور تمتعنا برشا بالفينيسيون متاع المونديو، ولاحظنا تناسق كبير بين ليليغونس والكونفور سورتو او نيفو دو تابلو دو بور، وين نلقاو فيه ان اورديناتور دو بور افيك ان غران اكران كولور ملتي فونكسيون، اي او نيفو دو لا بلانش دو بور اللي نلقاو فيها دي انسيرت ديكوراتيف اون الومنيوم بروسي، زادو عطاو اون الور بلو فيتوريست للانتيريور متاع المونديو، من غير ما ننساو زادا لي سياج باكي افيك اجوستمون الكتريك اللي يوفرونا او ميم طون راحه كبيره اي اون سونساسيون دو كوندويت سبورتيف. كوتي اكيبمون المونديو اللي تتبع في تونس هي اون فينيسيون تيتانيوم. وصلنا توا لاهم حاجه في المونديو روستيلي اللي هي الكوتي موتوريزاسيون تاعها، بيسكيلي اكيبي دو نوفيل جام دو موتور ريفولوسيونير ابلي ايكو بوست. الموتور هذا خرج اون فيرسيون 1.6 اي 2 لتر، والمونديو اللي جربناها اليوم هي ال 1.6 ايكو بوست كي ديفلوب 160 شيفو، وهنا تظهر ميزة الموتور هذا اللي اكيبي اون بلوس دان توربو، بيسكو مكن المونديو هذي باش تكون بلو بويسونت ب 160 شيفو اللي فيها، اما زادا باش تكون بلوز ايكونوميك كوتي كاربورون، على خاطر قد ما سو موتور اي بويسون قد ما يلقاش ديفيكولتي اتراكتي لو بوان تاع المونديو اللي توزن 1498 كيلو. نذكروكم انفان اللي الموتور هذا اكوبلي ا اون بوات مانويل دو 6 رابور ايكونوميك، ومن خلال تجربتنا للفورد مونديو روستيلي حسينا ان كومبورتمون روتي كومبليتمون ديفيرون دو لا بريسيدونت مونديو اي اون ميور ستابيليتي، وهذا الكل اترافير لا بون تنو دو روت في لي بتي فيراج و لي بون ريبريز ا با ريجيم، بويسكو الكوبل متاعها اي ديسپونيبل دي لي 1500 تور بار مينوت. لاحظنا زادا اون اكسيلونت اكسيليراسيون غراس او 160 شيفو اي او ديكلونشمون دو توربو، تخلينا ننساو اللي احنا راكبين في كهرباء توزن 1498 كيلو كاملين.
زيد لهذا الكل الفخيناج القوي يتماشى مع البويسونس متاع الكهرباء هذه، دونك حتى كي نسوقوها في سيركوي فيرمي ونوصلوا بها للفيتيس دو بوينت نتاعها اللي هي 215 كيلومتر في الساعه، نجمو نلقاو اتو مومون ان فريناج تري راسورون. En conclusion, la Ford Mondeo restylée a imposé plus de style, de tempérament et surtout de respect dans la catégorie des berlines. Et pour le prix de 55 950 dinars, bien au contraire, soumha maqoul barsha par rapport à tout ce qu'elle nous offre. Ou zid zada Ford ta'ti comme une garantie de 24 mois kilométrage illimité. مرحبا بكم سادة مشاهدين متاع تلفزت قناة تي دبليو تي ليميسيون موتورس. اليوم معانا آل اون فري باريزيان كي انفي دو فونيغ ان تونيزي. اي آل، اسكو فو كونيسي لا تونيزي؟ با دو تو، مي جو سري رافي دو كونيتر سو بو بيي. Alors on vous y invite et vous serez bienvenue en Tunisie. Vous allez découvrir les délices de ce pays et la belle architecture. Et puis vous allez enfin découvrir le tourisme en Tunisie. Écoutez, avec grand plaisir, j'accepte cette invitation et vraiment, c'est que du bonheur. Super. Et avec nous, Freddy Jarmon, Tunisien. Il est né où est-ce que depuis Freddy? Puis Tunis, à Hakalouet. Voilà, il est né à Hakalouet. La plage. À la plage, voilà. Ou Freddy Mahana, il a envie de revenir en Tunisie. Qu'est-ce que tu penses, Freddy, actuellement de la Tunisie? Bah, en Tunisie, bah, je serai très très content, très heureux de revenir. J'espère que tout s'arrange actuellement, avec que tous les événements vont se calmer directement, de manière à ce que beaucoup de monde revienne à ma surface, qu'on profite de la beauté de la Tunisie, du tourisme, et aussi du travail qui est très très bien à ma surface, parce que j'ai beaucoup d'activités, j'ai beaucoup travaillé dans le temps là-bas avec la Tunisie, et je compte revenir pour m'installer et faire d'autres activités dans beaucoup de secteurs qui plairont à la Tunisie, parce qu'actuellement, il y a beaucoup d'espace pour le commerce actuellement. Voilà. Voilà, mais Freddy, les vacances cet été, oui, je t'ai dit. Bien sûr, là-bas, au soleil. Voilà, Freddy Zadame Chilton. Mais Freddy, moi j'ai un cadeau. J'ai un cadeau pour toi et pour Anne. On va faire le test drive de la Chevrolet Corvette. C'est un modèle anniversaire qui a été fabriqué en 78. Et ce modèle, mesdames et messieurs, que vous allez voir, c'est un modèle très rare parce que ça a été le modèle du Pace Car des 500 miles d'Indianapolis. Je vous la présente. Donc la Chevrolet Corvette que voici et que nous allons essayer. Bien évidemment, Anne, ce n'est pas tellement dans ses corps ce genre de voiture. Elle préfère la classe. Mais Freddy, il aimerait bien essayer. Les voitures. Voilà. Allez, à tout à l'heure pour le test drive de la Chevrolet. A été conçu par General Motors et c'est une version, non pas une réplique, mais la vraie version de Pace Car des 500 miles d'Indianapolis. Un moteur V8, 5 litres 7 et surtout 43 mètres kilos de couple. Une voiture donc que je vais vous présenter au volant. On va faire un peu le tour de Paris avec cette voiture-là et on va un peu parcourir et profiter de ces petits moments intenses que vous offre TWT. Maintenant, Freddy, cette voiture, qu'est-ce que tu en penses puisque tu fais avec moi, tu partages ce test drive de cette voiture? Le rêve, bon, c'est une voiture qui a couru à Indianapolis. Je voudrais bien un jour l'essayer, peut-être pas à Indianapolis, mais dans une ligne droite, en partout, même en Tunisie, hein, pourquoi pas. Et puis accélérer là où on peut parce que vraiment, on entend le moteur hein, avec ses 5 litres 7, c'est très très puissant. Et j'adore les bolides, quoi. C'est toute mon enfance, ça aussi.
Oui, alors cette voiture, donc c'est un V8, hein, je me dis comme elle a énormément de couple à bas régime, c'est extraordinaire, à peine on accélère, c'est une boîte de vitesse automatique, trois rapports, bien évidemment c'est une boîte automatique ancienne génération, donc il ne faut pas oublier que c'est une voiture de 78, bien évidemment Freddy, tu dois imaginer un peu ce qu'elle consomme cette voiture, énormément, c'est un gouffre. Dans quoi tu roules tous les jours toi Freddy ? Bon, j'ose pas trop le dire, hein. Bon, j'ai une Smart, hein. À part ça, en deuxième voiture, j'ai une Bentley Continental que j'adore. Elle a un très bon bruit, très bon moteur. Et ça, c'est assez prestigieux pour mes rendez-vous d'affaires. C'est une voiture qui me convient très bien dans les quartiers où je travaille, où j'habite. C'est très, très bien. Très bien. Voilà, donc pour revenir un peu à cette Chevrolet Corvette, on tourne aujourd'hui en termes de consommation à 25 litres au 100, à ce qu'on appelle à une vitesse assez modérée. On peut grimper jusqu'à 40 litres au 100, donc lorsqu'on sollicite un peu plus le moteur. Et je peux vous dire une chose, elle a un excellent freinage, une superbe tenue de route. Et je vous le rappelle, on parle d'une ancienne génération de Corvettes. Alors cette Chevrolet, donc, elle a une excellente direction assistée. Au centre, en ville, ce n'est pas une voiture qui est un peu définie pour rouler en ville, sur route sinueuse, sur autoroute. Elle a besoin toujours de ce qu'on appelle détendue. Mais Vius Kleblad, elle reste quand même agréable grâce à son couple camionnesque, comme on dit dans le jargon. Et le problème, c'est la consommation qui arrive à des scores terrifiants. On frise quasiment les 50 litres au 100. Mais ça reste quand même un beau bijou, un beau jouet. Et la direction qui m'en contrôle, comme elle est maniable, elle est bien maniable. Il y a une espèce d'absence de porte-à-faux tant à l'avant qu'à l'arrière, ce qui est extraordinaire, par exemple, pour voir un peu les petits trottoirs et tout. Donc, on ne risque pas de cogner la carrosserie qui reste un peu rutilante, un peu dans les airs des années 70, l'année où a été construite cette voiture. Au niveau de l'équipement qui est assez pléthorique justement avec des verrouillages centrales, vitres électriques, direction assistée, bien évidemment il n'y a pas d'airbag, dans le temps il n'y avait pas d'airbag. Le tableau de bord est assez ergonomique, là tout nous tombe sous les yeux. Bien évidemment le tableau de bord est gradué à 140 mais il est exprimé en miles, ce qui donne un peu plus de 220 km/h, sachant que cette voiture là ne plafonne à 200, 210 maximum dans le temps, ce qui était déjà des vitesses astronomiques. Aujourd'hui, bien évidemment, même les petites cylindrées peuvent facilement atteindre ces vitesses maximales. Et je crois que c'est une des voitures qui a la plus grosse consommation, je présume, si ma mémoire est bonne, mais elle fait en tout cas partie certainement du dernier tiercé. Freddy, cette voiture-là, est-ce qu'elle te rappelle quelque chose des souvenirs ? Oh, ça me rappelle beaucoup de souvenirs. Bon, les voitures américaines, moi je me souviens dans les années 70-75, mon frère avait une Ford Mustang à l'époque. Et bon, je ne pouvais pas conduire, je n'avais pas l'âge, mais elle était magnifique. Donc on voyait donc pareil l'avant, les ailes, on voyait de l'intérieur, on voyait les clignotants sur les côtés, sur le capot. C'était magnifique. Et puis bon, bien sûr, le bruit, le moteur, la puissance, c'est tout le mythe des voitures américaines, quoi. J'espère que cet essai de la Chevrolet Corvette vous a plu. Je voulais vous faire partager un peu notre découverte de cette voiture mythique. Cette voiture, nous remercions Christophe Gruau de nous l'avoir prêtée. C'est sa voiture. Il l'a depuis plus de 25 ans et il ne compte pas la vendre. Donc même les collectionneurs et les futurs éventuels acquéreurs s'abstenir. Il ne veut surtout pas la vendre, notre Christophe. نظمت لحد اللي فات كومبيتيسيون تاع كارتينغ حضروا فيها دي جون اي موان جون بيلوت. كل شيء كان متوفر باش تتعدى اون اكسيلونت جورني دو سبور اوتوموبيل. الطقس كان سخون ولي كارت كانوا حاضرين ولي بيلوت كانوا تري موتيفي.
7 équipes étaient au rendez-vous, منهم 5 expérimentés, اللي هما TNT, Adrenaline Hunters, Ghost Pilot, SS Ride Pro Team و Rave Team. والمنافسة كانت كبيرة ياسر ما بيناتهم بشتوفة avec une très belle finale entre Adrenaline Hunters et SS Ride Pro Team. نخليكم avec les images. Et voici le résultat final de la compétition. اليوم كالعادة في أتيلي بوجو معنا سي سعيد الرويدي اللي وليتوا الكلكم تعرفوه باش يحكي لنا على زيت البوات وشنو أهميتها في الكهرباء. دونك باش نحكي لهم جوستومون على زيت البوات. دونك أول حاجة لازمنا معناتها نفسروها للسادة المشاهدين هو ديجا كونه زيت البوات ديجا عندنا على الأقل زوز أنواع ساعة معناتها إل ديبون دو نوع البوات اللي راكبة على الكهرباء. دونك عندنا سكون أبيل لي بوات ميكانيك كلاسيك وعندنا لي بوات أوتوماتيك. دونك بين البوات ميكانيك وبين البوات أوتوماتيك فما ديفيرونس في الزيوت بالطبيعة. الزيت يختلف معناتها بالطبيعة يختلف دون فاسون معناتها كبيرة برشا. داكور دونك بصفة عامة زيت البوات هو زاد معناتها عنده دور معناتها مهم ياسر في الفونكسيونمون تاع البوات وفي اللوبريفيكاسيون دي زيليمون ميكانيك اللي في وسط البوات. دونك بالطبيعة من بين الحاجات بالطبيعة بور ريدوير ليزور بور فاسيليتي لو موفمون ميكانيك اي بيان سور لي موفمون دو باساج دي فيتيس. داكور دونك هذاك علاش بالنسبة للبوات ميكانيك دون فاسون جينيرال ديما يلزمنا نرجعوا معناتها للكونستركتور شنو هو ينصح الكونستركتور كوم ويل بروبر للبوات نتاعو. داكور ديجا عندنا اون بوات ديبوزي نجمو نشوفو مع بعضنا نزيد نفسر لكم اكثر. سي اون بوات ميكانيك بيلوتي سكون ابيل لي بوات مانويل بيلوتي. دونك البوات هذيا معناتها الخاصيه نتاعها كونها البارتي اركيتكتور انترن نتاعها كلها ميكانيك كلاسيك. داكور كيما اي بوات ميكانيك الحاجه الوحيده اللي تمتاز بها كونها عندها اون بارتي كوموند ديبورتي على البوات الاكستيريور دو الاكستيريور دو لا بوات اللي هي تمكننا باش نعديو لي فيتيس سون ليزون افيك لو كونديكتور معناها دو فاسون اوتوماتيك. بقينا تبقى اون بوات كومام مانويل ما تنجمو نتعاملو معاها على اساس انها بوات مانويل. دونك لي بوات مانويل ميكانيك بصفه عامه نستعملوا معاهم نوعيه الزيت اللي هي حسب نورم تاع بيجو باغ اكزومبل بالنسبه لي بوات الجدد نلقاو لا نورم 75W80 اللي هو الجراد دو فيسكوزيتي تاع البوات. هنا اذا فما اشكاليه تطرح عند برشا مستعملين تاع كراهب كونهم خاطر قبل في ليزاني 80 كانت ياسر مستعمله انواع زيوت المونوغراد اللي هما 90 يقول لك زيت بوات 90 ولا مثلا زيوت 80W80 هذوكم الزيوت راهم ماهم ما عادش بروبر لل ما عادش اديكوا لي بوات نوفيل جينيراسيون داكورد لي بوات ميكانيك نحكيوا. دونك يلزم ديما نرجعوا للنورم هذيا سي اون ويل دو سانتيز هذه 75W80 اللي تتماشى مع لي بوات ميكانيك نتاع الكراهب الجدد داكوردو. وبصفه عامه معناتها زيت البوات هو الي كونسو باش يعيش عمر البوات في الحقيقه سكون ابل لي زويل افي
ما ثماش اونترتيان بارتيكولير تبقينا الكونستركتور ديما ينصح بان نتفقدوا النيفو دو ويل داكور دونك هنا ديما ننصحوا للمستعملين انهم يتفقدوا ريغولييرمون النيفو تاع زيت البواط بالطبيعه العمليه هذه ما تصيرش ريالمون كيما شفنا مثلا في دوتر زيميسيون شفنا حكايه زيت الموتور ما عندناش جوج بالنسبه للبواط ميكانيك مانيوال يلزم ان بروفيسيونيل بور بوفوار معناتها فيريفيي لو نيفو دو لا بواط فهمتك انا باش نسالك ساعات كهرباء جديده تبدا البواط نتاعها فاسيل ومن بعد بالمده تولي البواط كاسحه شويه هذاك ما عندوش علاقه بالزيت في الحقيقه عنده علاقه هو اي مالا كيفاش الزيت يقول لك معناها يقعد دوغي دفي نتاع البواط كامله ديجا هو ديجا ما تقعدش برشا وفي ساعه البواط تولي كاسحه هو ساعه اول حاجه لازم نتفقوا كونه نحكي على نوع معين نتاع زيت زيت تاع سانتيز اللي هو دوريجين داكوردو واللي الجراد نتاعو 75 ولا 80 بون هذا عنده السيبورت معناها بصفه كبيره ياسر لو فييسمون ما يقدمش بسهوله فهمت كيفاش ما تعيش مئات الاف الكيلومترات في الحقيقه ولكن سور لو بلون براتيك في الواقع ديما فما اورغان مربوط بالبواط ديما تصير له اجور قبل الزيت في الحقيقه اللي هو لومبراياج الناس كلنا نعرفوا لومبراياج داكوردو في الحقيقه وقت اللي يصير الانترفونسيون على لومبراياج موينمون دون لي 100000 كيلومتر اللي هي سون موين دوزور جلوبال بطبيعتنا نبدلوا الزيت هذا دونك سي لوكازيون اللي نبدلوا فيها سيستيماتيكمون الويل دو بواط وهكاك بالطبيعه ولكن الجانب الاحتياطي هو سيرتو في النيفو هذاك الفيريفيكاسيون مادام ما عندكش حتى مشكل جو فيريفي كو ميم على خاطر تكون فما دي فويت ينقصوا لنا من النيفو نتاع الزيت وبالطبيعه ينجموا يتسببوا في مضره في الفونكسيونمون تاع البواط داكور دونك باش نزيدو نقولوا نوريو المشاهدين مره اخرى يمكن فما برشا عباد باهتين توا يقول لك شنو هي هذه كلها بواط اي صحيح هذه هي البواط راهي مش البواط اللي نعديو بها الفيتيس هذيك سيون سامبل كوموند فوالا سيون سامبل كوموند اما هذه هي هذه هي البواط افكتيفمون دونك جوستومون قلنا احنا فما البواط ميكانيك اللي هي زيت نتاعها شفناه ديجا قلنا تستحق زاد دي فيريفيكاسيون وفما الدوزيام كاتيجوري هي لي بواط اوتوماتيك داكور لي بواط اوتوماتيك زاد نفس الشيء يستحقوا ان نتفقدوا نعملوا كونترول تاع النيفو دو لويل تاعها ولكن الزيت تاعها الي ديفيرون هو في الحقيقه الزيت نتاع لي بواط بصفه عامه هو زيت سكون ابل الزيت ا تي اف ولكن فما دي بواط اوتوماتيك نوفيل جينيراسيون اللي عندهم نوع خاص نتاع الزيت نتاعهم معناها نلقاو زاد ريفيرونسي عند الكونستركتور ننصحوا انهم لي كليون ما يخلطوش الزيوت يمشي ديما يرجع للبريكونيزاسيون كونستركتور في حكايه الزيوت في المرصد الوطني للحوادث المرورية تي دبليو تي موتورز اليوم هزتكم للمرصد مرة أخرى باش نحكيو اليوم على المترجل على المشاكل نتاع المترجلين على الأسباب نتاع الحوادث نتاع المترجلين على خاطر الأسباب باش نشوفوها كبيرة برشا باش نحكيو شوية على الإحصائيات باش نحكيو على المخاطر باش نحكيو على العقوبات باش نحكيو على برشا حاجات مع سي فتحي مرحبا بك سي فتحي أهلا وسهلا مرحبا بك أختي هندة ومرحبا بكل متتبعي قناة تي دبليو تي بارك الله فيك اليوم نحب نحكي خاصة على الإحصائيات نجمش تعطينا فكرة على الإحصائيات وعلى الامبليكاسيون متاع المترجلين في الحوادث فعلا هو في الواقع الإحصائيات الأخيرة لسنة 2011 بينت اللي المترجلين كانوا طرف في حوالي 40% من حوادث المرور على المستوى الوطني وكذلك في حوالي 28% من قتل هذه الحوادث وفي 31% من الجرحى إذن كما لاحظوا يعني المترجلين يتعرضوا إلى الحوادث وإلى نتائجها يعني بنسبة كبيرة وكبيرة جدا وهذا معناها في الواقع يدل كونه معناها المترجل هو أكثر هشاشة على معناها الطريق داخل الفضاء المروري من بقية مستعملي الطريق خاصة إذا قارنوه مثلا بمستعمل أو مستخدم الدراجة النارية اللي يكون معناها حامل الخوضة أو بالنسبة لراكب السيارة سواء معناها سائق أو باساجي المترجل يكون أكثر هشاشة وأكثر معناها عرضة للحوادث والمخاطر اللي تصيبه تكون معناها بليغة أكثر وتكون في أحيان عديدة معناها حوادث قاتلة وهذا ربما مرد إلى عديد الأشياء خلينا نقول في الأول معناها ثم بالنسبة للمترجلين عنا على المستوى الوطني يعني موجودين برشا داخل الفضاء المروري معناها هذا معناها يدل على نمط عيش السكان في تونس
يعني حتى أنه معناها ثم بعض التقديرات صارت بينت كونه ثم حوالي ثلثي التنقلات في المراكز الحضرية هي تنقلات معناها تنقلات مترجلين، نقول احنا معنا تنقلات على الساقين. هذا من ناحية، من ناحية أخرى تفسير ربما معنا خطورة الحوادث اللي تصيب المترجلين يعود إلى معناها كون المترجل كما قلت قبليك معناها هو مترجل معناها بلو فراجيل فيليغابل معناها وفراجيل أكثر من بقية مستعملي الطريق. وهنا ربما زاد نشير إلى شيء آخر كونه بالنسبة للمترجلين أيضا في حد ذاتهم يعني حوادثهم أو خطورة حوادثهم تختلف معناها في ارتباط بعديد العوامل الأخرى. خلينا نذكر على سبيل المثال مثلا السن، مثلا ماهوش كيما الحادث اللي يصيب معناها شيخ مسن كيما الحادث اللي فعلا يصيب معناها طفل صغير او يصيب شاب. لاحظ فما ساعات لي مبالات وساعات مي ايزون با كونسيونس دو لا فيتيس دو لا فواتور، ساعات يظهر لهم اللي السياره مازالت بعيده برشا لكن هي السياره قريبه برشا، لو طون اللي هو قص الكياس ضربته سياره. فعلا هذاك علاش ناكدوا احنا اثناء عبور الطريق على ضروره معناها ردان البال والاخذ بعين الاعتبار للسيارة ولسرعة السيارة وللمسافة معنا اللي تفصلنا وأيضا لظروف الرؤية. الثلاثة حاجات هذه ما دبين ننتبهوا منهم ليه أثناء العبور هي ظروف الرؤية، سرعة السيارة، والمسافة اللي تفصلنا على السيارة. كنجيو للحاجات اللي ما يعجبوش برشا اللي هما الخطيات، خاطر فما خطيه، خاطر حتى الدراج عنده خطيه، السائق عنده خطيه، لكن المترجل كيف عنده خطيه. سي فتحي باش يحكينا على الخطيه نتاع المترجل. احنا رو في الغالب ماذا بينا نجنبوا الخطايا ونجلبوا الزجر، هو كما نقولوا معناها السلوك راهو يتطور ماهوش كان بالخطايا بالزجر، يتطور بالتوعيه بالتحسيس، يتطور بالمراقبة على الميدان، ويتطور بالزجر أيضا. هالثلاثة حاجات هذم اللي هم معناها استعملتهم معناها بعض المدارس الفرنسية يسميهم بلي ترواسي، هذه كونتريندر كونفانكر اي كونترولي، هالثلاثة سي هذم راهو هذم اللي يطور السلوك. احنا ماذا بينا نمشيو للتوعية والتحسيس قبل الزجر. فعلا بالنسبة للزجر كما قلت معناها في المقدمة مجلة الطرقات أفردت المترجل بعديد النصوص أو عديد القوانين، هذا حماية لي بطبيعة الحال قبل ما حاجة أخرى. هنا معناها نذكر اللي بالنسبة للمترجل اللي ما يمشيش في الأماكن المخصصة ليه والفضاءات المخصصة ليه يكون عرضة، هذه عرضة هنا في الحالة هذه لخطية مالية بعشرة دينارات، هذه معناها جات في القانون في الأمر اللي ذكرته قبليك اللي هو الأمر 262 لسنة 2010 الخاص بالمخالفات. كذلك معناها الشخص اللي يعبر الطريق من غير الأماكن المخصصة له إن وجدت، وهنا يأكد القانون يقول إن وجدت عن بعد 50 متر هكا الباساج بور بيتون سواء معناها الموجود على الطريق الأشيرية ذاك بالأبيض أو بالنسبة للممرات العلوية للمترجلين، إذا موجودة على بعد أقل من 50 متر هنا من واجب المترجل باش يستعملها، وإلا يكون عرضة أيضا للخطية. الخطية هنا هي 10 دينارات، احنا ما تهمش الفلوس قد ما تهم معناها سلامة شوية الشخص. الخطية سي فتحي ظهرت لي 10 دينارات توا معناها ما هيش خطية كبيرة، ما تسميش جزر كبير. هذه هي شخص كي يتخطى في حد ذاته وترفع في وجهه خطية، هي ديجا هذيك تعتبر توعية حتى قبل معناها ما نقوله هو يدفع برشا فلوس. هو كيتذكر اللي هو تخطى لأنه ما استعملش ممر المترجلين أو الممر العلوي المترجلين، هذيك ديجا معناها تأثر فيه إلى حد كبير، وهذيك الغاية من الخطية ولا من الزجر. سمحني طول معناها العوين قاعدين يتبقوا في هذي الكل، ما خطر ما شفت حتى بيتون تو خطاوة مذبية نشوف ومذبية نوصلوا من خطاوش ومذبية نبدأ كما قلت أنت سي فتحي سلوك حضاري ونجتنبوا هذايا الكل، لكن حتى لليوم ما شفتش حتى حد قاعد يخطي في بيتون. وما نكتبش عليك كي نبدا نسوق ساعات نشوفهم يقصوا الكياس دون مانيغ نخشيك، ساعات يهبطوا في الكياس تقول لهم كيفاه، يقول لك معناها حتى كلام خايب ساعات كان عجبك وكل شيء صحيح ولا سي فتحي؟ صحيح موجود، هذا موجود صحيح. بالنسبه تقول لي الخطايا على الطريق معناها تترفع او ما تترفعش، هذا القانون شنو يقول؟ بالنسبة رأي ثم ظروف حتى في رفع الخطايا أو في تطبيق القانون ثم برشا ظروف، خاصة معناها قبليك حكيت أنا على الفضاء المروري متاعنا كونه متداخل جدا متداخل جدا وفيه معناها جميع وسائل النقل أو أنماط التنقل، ظهر لي من الصعوبة بمكان معناها باش يطبق القانون معناها بحذافيره في الحالة هذه.
مارسيس في النادي القومي سيارات بتونس صارت كونفيرانس دو بريس على الغاليم تاع تونس. Évidemment, qu'on en saura maintenant les hauts bouchers qu'on annule ce n'est. Eh bien non, c'est ce que nous a révélé cette conférence de presse où BPA TWT Motors Kent Hadra. Bonjour à tous et merci d'être là aussi nombreux. Donc juste une petite explication tout d'abord, puisque j'anticipe peut-être les questions. Sur mon départ d'NPO il y a maintenant 4 ans, les événements avaient fait que j'ai dû quitter NPO et je préfère vous le rappeler. Le décès de mon partenaire Jean-Christophe, 4 mois avant l'épreuve, m'avait profondément touché. Et puis, un événement majeur m'avait profondément touché, c'était le décès de mon père pendant l'épreuve du Rallye 2008. Donc je peux vous dire que ces deux événements avaient fait que j'avais décidé de faire un break et de céder mes parts d'NPO. C'était, croyez-le bien, contre gré, puisque avant tout ma passion, eh bien, ce sont l'amour de votre pays et l'amour de mon métier. Alors, explication du retour. Bah, écoutez, je pense que je l'ai un petit peu évoqué. C'est, comme je vous ai dit, l'amour de votre pays, l'amour de mon pays. Et puis, je pense qu'une expérience comme la mienne de 30 années, aussi bien de compétition que d'organisation d'événements qui étaient le Tunisie, le Maroc, les épreuves de jet ski, les épreuves de motoneige, et j'en oublie bien d'autres. Donc, je pense que maintenant, avec la confiance que les partenaires comme le NAC, comme la Fédération Moto, comme l'ONTT et le ministère des Sports me font, eh bien, il était grand temps que je revienne donner une lettre de noblesse à ce rallye Tunisie, auquel je pense pendant 20 années on a donné un grand élan. معنا في حلقة اليوم السيد لسعد مستيري رئيس الغرفة النقابية الوطنية لكراء السيارات والنائب متاعو السيد عماد القنوشي والمتصرف المالي السيد هشام عامر والمتصرفة الإدارية السيدة منى الخلفاوي باش يحكيونا على المشاكل الكبيرة اللي قاعدة تتعدى بها توت لي زاجونس دو لوكاسيون واللي تسبب ديرنييرمون في إفلاس برشا منهم. سي لسعد مرحبا بك في برنامج تي دبليو في تي موتورز. مرحبا بكم سيدي، مرحبا بكم في مقر الغرفة النقابية الوطنية لكراء السيارات. وبالمناسبة نتمناول التلفزة نتاعكم إن شاء الله نجاح في المشهد الإعلامي في تونس، ونشكركم اللي تعطيوا الأهمية للقطاعات الحيوية في تونس، منهم القطاع في السيارات اللي هو عنده مشاكل عدة كما قلت، يحب لنا ساعات وساعات نتوقفونا نحاول نحلو نلخصوها بصفة عامة. أولا القطاع يضم تقريب أقل شيء من 500 شركة. الأحصائيات الدقيقة موجودة كان عند الوزارة، إحنا مازال ما تمكناش منها، ولكن في الظرف الأخير بالأزمة برشا شركات نطرقوا عليها بعد شوية عرفت صعوبات كبيرة، ومنها يوصل الإفلاس والإغلاق. القطاع نتاعنا متقنن كراس الشروط، هو اللي هو صار أحداثه في 2002، اللي نحن توا الإدارة قاعد تحاول باش تجدوا على مقتضى قانون جديد، ولكن الإشكال نقول ندخل في جوه الموضوع نتاع كراس الشروط هو عدم تمكين الإدارة من المراقبة. عندنا القانون ما نجموش نفعلوا آليات المراقبة نتاعو، كما واحد يعمل في طريق الكود دارود ونحطه في فروجة التعديل ونصبح الفروجة وتقول لك الاداره ما نجمش، ما عنديش انا الامكانيات الماديه والبشريه باش نراقب العباد وباش نعاقبهم. ولهذا الاخوان اللي منضبطين في خدمتهم واللي يطبقوا القانون واللي يخدموا بنزاهه واللي عندهم عائلات وراهم ما نجموش يقاوموا المنافسه الغير شريفه مع عباد اللي ربما ما نعرفوا عباد اللي عاملين لوكاسيون فواتور تروازيام كاتريمس اكتيفيتي، يبيع اللي يجور وعنده كذا وعنده بيبلينات وعامل لوكاسيون فواتور. فهمني، معناتها الشخص يخدم غاديكا منه لهيلو بيبيع عندي جور والبيبلينات وصرف فلوس ويكل الكهرباء، هذا كله يخلي القطاع متهمش ودور الغرفه هي محاوله تحسين الوضع باش نجم الناس الكل يخدم. احنا الهدف نتاعنا الناس الكل تخدم، ولكن يلزمنا نضبطوا القانون بصفه واضحه وشفافه باش نجم الكل يخدم. احنا الحاجه الثانيه بعجاله هو نقولها ديما نقولوها نفكروا الناس الكل فيها، اللي نحن القطاع نتاعنا ما عنده حتى امتياز.
خلافا على من الناس تظن نشيو في الكرهب كي الناس كل فرد سوق ونشد الصف كيف الناس كل ونشيو قطاع بيس دو شونج كيف كيف لا نزيد على هذاك في التامين نخلصوا مرتين ونص قد العباد وسمعت زاد لي الكارونتي اقل حتى من العباد في الكارونتي كارونتي كونسيسيونير كونسيسيونير احنا الكرهب وقت ياخذها يشريها واحد مواطن عادي عنده كارونتي دو توازون ونحن عندنا عام برك عندنا بعض مشاكل مع نطرقوا على الموضوع هذا بصفه خاصه مع سي هيمات سي هشام شحكالي دونك بدي نزيد ما عندناش بدي نزيد الوضع الحالي نظرا للتهميش هذا كل قابلنا مع وزاره الاشراف دي وزاره النقل وعدونا مش وعدونا خذوا القرار باش يقوموا بدراسه قطاعيه ايتود سيكتوريه الدراسة هذه هي الوحيدة اللي تنجم تخول الإدارة باش تفهم شنو صاير في البلاد حتى عليها قداش من كهرباء يدوب يقولوا 19000 سيارة قولوا 18 يقولوا 20 نحن نكلموا ربما زادوا تبيعوا 1000 تفكوا 1000 البنوك معناتها قاعدين نحكيوا على قطاع ما غير حتى معطيات دقيقة باش نجموا نقوموه شوفوا مثلا البارح نخرج على الموضوع دقيقه نخرج مثلا البارح صار البارح الاسبوع هذا صار مشكله بتاع سياره التاكسي اللي هما قالوا المدن في تونس ما عادش تحمل اكثر سيارات في السوق ما نجموش وقت تزيد التاكسي اخرين ما عادش تخدموا احنا كيف كيف البلاد ما نجمش تعدد في 10 سنين من 100 ل 500 ما صاروناش 500 خمس مرات سواء اكثر ولا خمس مرات شركات اكثر ما نجموش كله يحلوا شيء جد وقت يحلوا على اساس يتعبوا الاخرين ويحلوا ما نعرفوش كيفاش تحلوا وكرشوط مش واضح معناتها برشا مشاكل اللي ربما الاحسن كانت نشوفوها بالمواضيع الهامه اللي ربما سعيمات يحكي لنا على مشاكل المطار المطار هو اول واجهه اللي نستعرض لها السائح في تونس هو الفيتيل نتاعنا هو المطار ربما هو كنائب الرئيس مختص بالملف هذا نجم يعطيكم اكثر توضيحات سعيمات شنو نجم تقول لنا في الموضوع هذا؟ والله انا ماذا بيا معناتها ديما معناتها النظره نتاعي ديما نحمل القطاع من الشيء من السيتياسيون اللي وصلت له ديما من ما نحملش اهل القطاع للشيء معناتها المأساوي اللي وصلت له علاش؟ خاطر تلقى ياسر عوامل اللي خلات القطاع يوصل للشيء هذا هي كما قال سي الاسعد معناتها عدم تفعيل قوانين ثم قوانين صحيحه اما اذا كان فعل القوانين ما وصلوش للسيتياسيون تاع اليوم قبل حبينا ندخلوا فما دفوا معناتها باش ناخذوا معناتها كلمه مع اصحاب القرار ونعطيو فكره مع اصحاب القرار كانوا معناتها امور ديكتاتوريه معناتها حتى يخرج لك معناتها قرار بدون ما تشارك فيه فودي علاش تعمل هكا ولا ما ترفض ولا مش مشكلتك احنا عدينا وقرينا قرارنا وكذا ودي عليك تطبق يا ودي هو النتيجه نتاعها راهي السكتور شو تهمشوه هو راهو شو يسلف قال لك لا مش مشكلتك هذيك احنا نعطيو للناس الكل والناس الكل لازمها تخدم لكن من بعد وين النتيجه؟ النتيجه وصلنا لها اليوم قال لك اجي تفضل معنا باش نشوفوا حد من بعد ما كليت بعضك نشوفوا حد باهي مش مشكل نشوفوا حد وشنو هي مشكله المطار بالضبط؟ مشكله المطار والله هي بون هو ما نعرفش مشكلة المطار عند في بالي عن سي هشام ما مش مشكل نجم نحكي عليه المطار معناتها المطار معناتها هذيك معناتها أول بوابة للبلاد وهي مطار المطار كي تدخل اليوم تقعد بعيد وتشوف شنو قاعد يصير في المطار شيء أسف كبلد سياحي شنو شكون اللي قابل في الحريف بتاعنا يقابلوا إنسان ما عنده حتى علاقة بالمهنة كيفاش؟ معناتها تلقى بزنس في المطار ينجم حتى حمام في المطار هو يجيب لك الكليون وانت عم بيرو بسيسمون نتاع 50 مليون في العام باش تاخذ اون دوزيام يعطيكم الصحه على الاستضافه نتاعكم لقناتنا في المقر نتاعكم وان شاء الله يكون الصوت نتاعكم وصل للمسؤولين ولكافه الشعب التونسي الكل Voilà, c'était TWT Motors. Vous pouvez détacher vos ceintures. Et nous vous retrouvons avec vous jusqu'à ce jour, comme d'habitude, dans le même temps, avec 8h30 de l'après-midi. À la prochaine!